تتواصل فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية. ويتميز المهرجان بتنوعه الفني، واستطاع جذب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية. لا يزال مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يتصدر الأحداث الفنية والثقافية منذ بداية هذه الدورة، حيث تميز المهرجان بتنوعه الفني من الفنانين والفرق الموسيقية المختلفة المشاركة. ففي هذه الليلة عاش الجمهور سهرة فنية مع أجمل أغاني الفنانتين نسمة محجوب وحنان ماضي، اللتين قدمتا باقة من أشهر أغانيهما. مهرجان القلعة أنا زي ما قلت صراحة وأنا على المسرح أنا بستنى تقريبا يعني من السنة للسنة، من أحلى الجمهور، من أكتر الحفلات اللي أنا بحبها. تفاعل الجمهور ناس حقيقية جدا جايين علشان خاطر الفنان فعلا، ومستنيين أغانيه وحافظين أغانيه وبيسقفوا معاه وبيغنوا معاه، فبجد بيبقى شعور جميل قوي 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 بالنسبة لي أنا والفرقة على المسرح إن إحنا باسطين الجمهور والجمهور مبسوط معانا. لازم كل الناس تسمع المزيكا اللي بتسمعها في الأوبرا، لازم، لأن ده بينمي حاجات كتير قوي قوي، واللي عنده موهبة ممكن تلاقيه بقى أحسن مننا وكده، يعني لازم لازم. المهرجان استطاع جذب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية ليجدوا كل الأذواق الفنية المختلفة، ليحقق المهرجان العدالة الثقافية التي تميز بها طوال 30 عاما، راسما البهجة على جمهوره في أجواء تجمع بين الحضارة والتاريخ على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي. هو أنا أكتر حاجة بتعجبني في مهرجان القلعة اللي هو بيحاول يوجه الشباب لحتة تانية خالص، يعني على عموما المهرجان كل سنة بيبقى أحسن من اللي قبليها أصلا، وأنا شايف إن بقى في شاشة عرض للناس اللي هي مش قادرة تشوف المهرجان وكده. بالنسبة للفن اللي بيتقدم، الثقافة اللي بتتقدم، فهم بيدونا لون كويس، لون نظيف مختلف عن اللون اللي إحنا بنشوفه كل يوم في الشارع واللي إحنا متعودين عليه. المهرجان ده يعني كل سنة بحاول إن أنا يعني أحضر فيه، بيعجبني فيه جدا المكان، بيعجبني فيه تنوع البندات اللي بتحضر، الثقافات مختلفة، يعني حاجات كتير كده مميزة. حلو التنوع جدا، وان شاء الله يبقى فيه اكتر من مهرجان وفترة اطول كمان، ويبقى منتشر في كل جمهورية باذن ربنا ان شاء الله. بالنسبة لي هو الدنيا واللي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يعد أحد الفعاليات الفنية الراسخة التي تنظمها وزارة الثقافة وبتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وسط إجراءات تنظيمية تتيح للجمهور التمتع بفعاليات المهرجان التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري. محمود جميل، التلفزيون المصري.